حملة المنسفج الصغير أكاديمي حملة حلوة كتير، لأنه أهم إشي هي عم تنقل تراثنا المهم واللي هو المنسف من أهم الأكلات الأردنية، بس كمان نحنا عم ننقلها للصغار بطريقة حلوة كتير، طريقة ترفيهية. الأطفال كتير بحبوا إنهم يمسكوا المنسف بإيديهم ويتعلموا يأكلوا المنسف بالطريقة الصح، وكمان نحنا بوجودي معهم كأخصائية تغذية عم نعلمهم أكتر الفوائد الصحية للمنسف وكيف منقدر نحنا كمان نحضره وناكله بطريقة صحية. خلينا نشوف الأطفال كيف رح يحضروا المنسف اليوم مع المنسفج الصغير ويستمتعوا كمان إنهم يأكلوا بإيديهم. المنسفجي مين المنسفجي؟ أنا منسفجي صغير بحب الكسيح كتير، مين فيكم مثلي مين؟ المنسفجي مين المنسفجي؟ المنسفجي شاطر كتير وبيعرف طعم التمو، بيحب الجميد كتير وبيطبخ أحسن من أمه، وبيطبخ أحسن من أمه، وبيطبخ أحسن من أمه. مين عم يتحداني يقرب يطبخ ويجرب ويدوقني من طبخه لحتى أحكم وأقرر؟ أنا رح أتحدى الكل، طبخة كتير بحبها، صحية وطيبة وسهلة، وبكاسح رح أطبخها. المنسفجي 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 الصغير بحب الكسيح كتير، بيحب التحدي والطعم الأصيل. أعلمكم كيف بينطبخ المنسف، بس احنا ما بنطبخه، ماما بتطبخه، بس بنساعدها اذا نسيت الوصفه. بنحطه بالطنجره، بنضيف له زيت بدل السمنه، بنكون بدلنا الاشياء الصحيه. وعشان النكهه نقدر نحط شويه سمنه بلديه بس على الوجه لتعطينا النكهه. طب هلا حكينا عن ثلاث اشياء، حكينا عن الرز والجميد واللحمه، شو كمان بنحط؟ خبز تحت، صح؟ وايش كمان؟ برافو عليكي، زعفولها كتير. هلا اللوز والصنوبر نحن بنحطه عشان نزين المنسف، صح؟ بس هو مفيد مش بس عشان التزيين. فوائد، شو هي الفوائد الموجوده بالخضره؟ وقايه من الامراض. برافو. هلا عمركم فكرتوا كيف الخضره بتحمينا من الامراض؟ بصل. بس الصغار مو كتير بحبوا البصل، شو ممكن ياكلوا؟ بقدونس، جرجير، فلفل اخضر. مين بحب الاشياء الخضرة هاي؟ كلكم كلكم كلكم. احسن من امه وبيطبخ، احسن من امه وبيطبخ، احسن من امه. مين عم يتحداني يقرب يطبخ ويجرب ويدوقني من طبخه لحتى احكم واقرر؟ احنا والله اجتنا دعوه من جميد الكسيح، مشكورين لموظفي الرؤيا انه نجيب الاطفال تاعونا ونيجوا تعلمهم رزان زميلتنا كيف نعمل الاكل، اكله المنسف، وتكون اكله صحيه للاطفال. والله انبسطوا كثير الاطفال، يعني زي ما انت شايفه كان جو حلو وجو عائلي، وانبسطوا الاطفال. احنا مبسوطين، يعني بتعرف الاهالي بنبسطوا لما ينبسطوا الاطفال. انبسطوا كثير الاولاد انه اول شيء عملوا المنسف بايديهم واخذوا الاغراض اللي بيعملوا فيها المنسف، واهم شيء انه اكلوا منيح، لانه انا من الصبح حطيت لهم فطور وياكلوا، ما عاد عم بقبل ياكل. فاليوم كثير اكلوا منيح مع العجقه والناس وعملوا بايديهم، واهم شيء انه مسكوا بايديهم. دائما الاطفال لما يمسكوا بايديهم عم بياكلوا احسن، فكثير انبسطوا وهلا صرنا احنا اعضاء بالمنسفش الصغير. والله المنسف شيء تقليدي اردني، وحلو المبادره اجت من الكسيح انهم علموا الأطفال على أصوله من ناحية صحية ومن ناحية عملية كيف بنشغل وكيف بنعمل. يعني أولادي مثلا عجبهم الموضوع، ورح يصير إذا في نشاطات للمنسفش الصغير مع الكسيح إحنا معاهم. يعني شاركتنا مع الكسيح هي قديمة ومن زمان يعني موجودة، وإحنا مبسوطين صراحة بهالشراكة. بالعادة أولادي ما بيأكلوا منسف بإيديهم، بس اليوم تعلموا على أصولها يعني كيف تتأكل. حلوة يعني، كانت تغيير حلو. أهداف المنسفجي الصغير أكاديمي هي تعليمية تثقيفية وبنفس الوقت ترفيهية. أهم هدف بالنسبة لإلنا أنه نحن نعمل بيئة لأولادنا فيها يتعلموا الأكل الصحي، تراثنا، عاداتنا وتقاليدنا، العمل الخير، مساعدة الآخرين، طبعا كله خلال النشاطات اللي رح نقدم لهم إياها. لحد الآن نشاطاتنا كانت
كانت من حصرة بنشاط واحد اللي هو تعليم الطفل كيفية أكل وعمل صحن المنصف الخاص فيه، بنعلمه ببرزنتيشن المحتويات الكاملة الموجودة بصحن المنصف، وهو بيطبق عمليا كيف يصنع صحن المنصف الخاص فيه. لقدام إن شاء الله نشاطاتنا رح تتوسع، رح يصير عنا نشاطات تعليمية، نشاطات ثقافية. لحد الآن كل تنظيم حملات المنسوج الصغير أكاديمي كانت عم بتصير بمتحف الأطفال، ولكن إحنا هدفنا إنه جميع أطفال الأردن يكونوا جزء من المنسوج الصغير أكاديمي، فنحن رح نحاول إنه ننظم هاي الحملة بأكبر عدد ممكن من مدارس الأردن وأماكن تواجد الأطفال. حطيت الرز بالصحن، جبت اللحمة حطيتها، وبعدين حطيت المكسرات، بعدين أكلته.